تعالوا بقى نتعرف على المزيد من التفاصيل حول توقعات حالة الطقس بشكل عام طوال هذا الأسبوع هتكون عاملة إزاي؟ للإجابة على هذا التساؤل مشكورة معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الفل على حضرتك وأهلا بيكي، وكل سنة وأنت طيبة. صباح الفل على حضرتك أستاذ كريم وأستاذ نهاوند وكل السادة المشاهدين وكل المصريين بخير يا رب. أمين يا رب. أمين يا رب العالمين. يا ترى بقى المتوقع إيه في الأسبوع ده إن شاء الله؟ الجو هيكون عامل إزاي؟ هل هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة؟ فرص سقوط أمطار إلى آخره؟ رعد برق. طب خلينا نتكلم الأول على درجات الحرارة. خلال هذا الأسبوع هيكون في انخفاض طفيف في درجات الحرارة عن الأسبوع الماضي بحوالي درجة لدرجتين، لأن متوسط درجات الحرارة العظمى فترة النهار على القاهرة الكبرى هتراوح ما بين 19 و 18 درجة مئوية خلال فترة النهار. خلال فترات الليل الصغرى هتراوح ما بين 10 وال 11 درجة مئوية، فإحنا الأجواء فترة النهار هتظل أجواء شتوية لطيفة على أغلب مناطق الجمهورية، خاصة مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اللي بتحجب جزء من أشعة الشمس وبتساعدنا على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة فترة النهار. فترات الليل الأجواء هتكون أجواء ما بين الباردة إلى شديدة البرودة على أغلب مناطق الجمهورية، لأن كمان في مناطق من شمال الصعيد المدن الجديدة درجات الحرارة فيها فترة الليل بتنخفض عن 10 درجات. بالنسبة لفرص سقوط الأمطار، يمكن احنا اليوم وغدا في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وحالة من التقلبات الجوية بدأت بالفعل على السواحل الشمالية الغربية للبلاد خلال فترة الصباح بسبب تأثرنا بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وأيضا منخفض على سطح البحر المتوسط بيعملوا على حالة من التقلبات الجوية وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وكمان السحب الرعدية اللي هيكون معاها أمطار ما بين المتوسط إلى الغزير والرعدي على سواحلنا الشمالية الغربية والشمالي الوجه البحري. وزي ما قلت هي بدأت فترة الصباح على مطروح والإسكندرية، متوقع خلال الساعات القادمة الأمطار تتقدم للبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وزي ما قلنا أمطار ما بين المتوسط والغزير والرعدي أحيانا على فترات متقطعة من اليوم. مع حركة المنخفض الجوي من الغرب للشرق هتبدأ المناطق الداخلية تتأثر بسقوط الأمطار خاصة فترة المساء والساعات المتأخرة من الليل، الأمطار هتوصل لبعض المناطق من جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، محافظات شمال وجنوب الصعيد، سواحلنا الشمالية الشرقية وسيناء وكمان مدن القناة. والأمطار في المناطق الداخلية هتكون أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على أغلب المناطق الداخلية جنوب الوجه البحري والقاهرة، والأمطار دي هتستمر في رأسها معانا لغدا الاثنين إن شاء الله حتى مساء غدا الاثنين، لكن الأمطار غدا إن شاء الله هتكون أكثر في الجهة الشرقية أكثر من الجهة الغربية بسبب حركة المنخفض في الجهة طبعا الشرقية. كمان طبعا مع الأمطار ووجود السحب المنخفضة المتوسطة والرعدية مع يوم الثلاث الأمطار هتبدأ تنحصر فقط في السواحل الشمالية للبلاد وكمياتها هتقل، وهيكون في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، وتكون الظاهرة الجوية المؤثرة معانا هي الشبورة المائية اللي بتظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. فاحنا كده في امطار متفاوتة الشدة هتكون مؤثرة على اغلب المناطق الشمالية حتى القاهرة الكبرى اليوم وغدا باذن الله. طبعا الإجابة الحمد لله وافية جدا الحقيقة على السؤال، احنا بنشكر حضرتك عليها جزيل الشكر. عندك اي استفسارات؟ لا معقولة. بنشكرك يا دكتورة منار على هذه المداخلة جزيل الشكر، والله وشكلك هتطلعي بالفريلات بتاعتك قريب. انا مش قادر تقتنع، انت انا بشتي من شهر 9 مجيس الشتاء ما جاش، انا بشتي من شهر بنرجع من الساحل انا شتي على طول. كأن احلامك اوام بتقولي ايه؟ طب اخبار الرعد سامع كده بتقولي رعد طلع في اهو طلع في رعد مكتوبة لك انا هوند.